طواليت ما كندخلو الا على كان جوغ، يعني 15 يوم ما كتشوفش طواليت. والدوش كتغسلي يوميا، شتا خيط من السما كتغسلي بالبارد ومفروض عليك. اجي تعاودي ليا كيفاش هربتي؟ دابا انت ما قدرتيش تصبري، انت هربتي حرقتي من تما لبوليفيا. ولدك ملي خليتي عند المراه شحال كان عنده من عام؟ كانت عنده 5 سنين. دابا شحال عنده؟ دابا عنده 10. ما شتيش؟ عمرني ما شفته. تما كيعرفك هو؟ كيعرفني. دابا الأمنية ديالك تشوفي. ولاو كيقولوا لي سني على ولدك باش أنك كتخلي عليه، وسني على ولدك بأن غندخلوا المسيحية. الله يفرج عليك يا ربي يا ربي، وشاهدينا الكرام. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. تلقي اتصال من عند الأخت خديجة. خديجة صراحة ملف مأساة. خديجة تحملت ما لم تتحمله الجبال. مشاهدينا الكرام، هذه القصة صراحة أنا لا أبالغ في الكلام، ولكن غادي تشوفوا معايا القصة ديال خديجة كيفاش. خديجة شابة طموحة، مشات لبرا بالضبط لإسبان، تزوجات عندها وليد، خدامة عند شي ناس مكتاب عليها أنه تمشي معاهم البرازيل، ما غاديش ترجع، غادي تبقى في الحبس ديال البرازيل. كيفاش وغيض عليها الولد وهو صغير، الان مازال ما شافتوش. تبعوا معايا. كتبكي، عاودي لي يا خديجه القصه من الاول. واخا خويا يوسف نعاود لك. انا مشيت، كنت عايشه في الاسبان، كنخدم مع شي ناس وسافرت معاهم، كنسافر معاهم بحال هكا كل مره في كيمشي، وحيت كنخدم عندهم في الدار ومشيت معاهم للبرازيل اللي هي كان واحد فيستيفال تما وداكشي، وعندي ولدي صغير كنخليه انا كيقرا، خليته مع صاحبتي انا ما غيجلسوش بزاف واحد المده. هذيك المده اللي سافرت فيها انايا سالوا السفر وتمينا راجعين، كنلقى راسي مشدوده في الايروبور على الكوكايين، وانا الكوكايين ما عمرني ما شفته ولا استعملته ولا عرفته كيفاش داير. كنقول ما يمكنش، كيقولوا لي لا راه كاين عندك، حنا غادي نتاكدوا داكشي. المهم شدونا واحد يومين داكشي، تاكدوا بان هذاك المخدرات وداكشي اللي عندنا ما هما نوع من الكوكايين. قلت لهم انا دوك الناس اللي معك تهما تشدوا، تهما تشدوا تشدوا، هذوك باقين مشدودين ما عرفش شحال حكموا عليهم من بعد. المهم انا دوزت واحد المده، وهذيك المده بحال دوزت 10 سنين، لان انا اول مره كنشد في شي بلاد ما كنعرفهاش، حباس ديالها يعني مبدلين وتكرفيس وما كنعرفش اللغه، يعني عانيت بزاف وسفريت. دابا شافوك في الاول، تاكدوا واجهوك بهذاك المخدرات اللي كاينه، داوك للسجن. اش من سجن فين كنتي؟ داوني الفرانكو روشا، واحد الحبس سميتو اخطر حبس في البرازيل، سميتو فرانكو روشا. هذاك الحبس فرانكو روشا لان كان فيستيفال ديال البرازيل، يعني هذاك كيداروا لك ترانسفير، ما يهضروا معاك ما والو، يعني 20 يوم من بعد عاد فاش جابوني ودارنا والديا كيقلبوا عليا، ما عرفونيش، تليفوني طفى ما عرفونيش فين مشيت. تا التليفون ممنوع، ما كاينش تما في هذوك الحباس. الحباس كيفاش دوزتي انت هذاك الحبس وكتما الاجانب الناس، يعني ناس اخرين والاجرام اللي كاين تما؟ وكيف كلهم هاد الناس يعني
كل واحد من بلاصة، كاينين البرازيل، كولومبيانوس، سود أفريكا، تود الموند العالم من كل بلاصة في العالم كيجيبوهم لهذاك الحبس. وكاينين الشفارة، وكاينين القتالة، وكاينين الناس المجنون على الرواح، وكاينين لقيت راسي أنا ما كنفهم لا لغة وسط حبس كيفرضوا عليا شي حوايج ما عمرني ما كاينش تما الرحمة ولا حقوق الإنسان ولا ما كاينش الضريب. وهذا حتى من المساجين كيتعاملوا معك واحد المعاملة، يعني عانيت سوفريت بزاف. شنو اللي تيفرضوا عليكم تما بحالاش؟ بحال الماكله كيتجيك وجبه ديال فيها الروز، ومره يجيبوا لك معها الخنزير ما كتضري انك ما تاكليهاش، كتبقاي بالجوع لدرجه كل مره كنقص كنقص كنقص. التواليت ما كندخلوا الا على كان جوغ، يعني 15 يوم ما كتشوفيش التواليت ديك، لان ما كتاكليش شي حاجه وكتاكلي غير الروز. وقت اللي كيجيبوا لنا شي حاجه اخرى وخبز وطريف، يعني ماكله وجبه في النهار ما كتمشيش للدوش، كتغسلي يوميا. وشتا خيط من السماء كتغسلي بالبارد، مفروض عليك، مفروض عليك تغسلي، يعني انت كتغسلي وكتبقى واقفه وتراعدي وتغسلي بالماء بارد مطلق. وشتا كتصب وعندك مفتوح، يعني الحبس كيشوف غير في داك الوسط ديالو، كيشوف في داك الحديد كيشوف برا، فهمتي؟ يعني البرد سفرينا بزاف، وكيتعاملوا معاك معامله كانك مجرمه، ودوك اللي مشدودين حتى هما يا كليمينير، يعني ناس ماشي نورمال، دائما كيعنفوك، دائما كيضغطوا عليك، دائما كيديروا حتى سنيورات كيضربوك، فهمتي؟ المهم دوزت واحد كاين دابا كاين تما اللي فرضوا عليك تسخري ليهم كلشي، كاينين اللي عايشين الملكيه تما لانهم هما من مافيا كبار، كاينين بزاف تلي مافيا الإرمانوس هادي كيبقاو يقولوا لك. وانا مشكله ما كنتش كنفهم اللغه، وكنت كنحاول كنبقى نتكلم معاهم، وداكشي ما كيوقعش مشكله، انا ديما من زاويه لان الوحيده اللي كنهضر العربيه وشويه اسبانيوله، ما عنديش اللغه ديالهم. شكون اللي قدرتي تلقي تما في العرب؟ في الاول ما كاينش، هذا الحبس اللي كنت فيه انا عمره ما كان فيه عربيه، ما كانش فيه العرب، فيه غير الاجانب. العربيه الوحيده اللي كنتي في هذا الحبس؟ كولومبيانات، تود المنطق، من جميع اقطار العالم الا العرب ما كاينش. من بعد فاش يديروا لي ترانسفير الحبس ديال ستانخيرو ديال الاجانب، تم عن تلاقى مع اجناس اتراك عرب مغاربه، غنتلاقى مع توانسه، غنتلاقى مع اوروبا الشرقيه، كل شيء من العالم. تاني كاينين في هذا بس داك سميتو بيفسي، سميتو واحد سميه بحال هكا ديال الحبس معروف ديال الاجانب. هذا تاني معاناه اخرى، غيسدوا علينا 12 يوم ما نخرجوش، كيسميوها هما يا كتبقاي تسناي واحد المده ديال تدوز هذيك المده غير السدان، ما كتخرجي من حتى حاجه، كيمدوا لك غير من واحد البلاصه تاكلي والتواليت معاك صافي، ما كتخرج. فيهم فيليبينات، فيهم كل شيء بنادم من العالم، فهمتي؟ تما جات مغربيه من الرباط حتى تعرفت عليها، ملي شفتها حسيت راسي بحالها كنت ميتة وحيد، عنقتها حسيت راسي ما كنت في غربه، فهمتيني؟ تعانقت انا وديك البنت، هي نفس المشكل وقع ليا، تعرفت هي على شي ناس من هادو افارقة ومشات معاهم، قلت هي يا وقلبوها نفس وما قارياش اميه. وجات مي شفت عنقت لدرجه انهم فيليبينوس ملي قالوا لي جايه جات عربيه ما لبستش صندال تخرجت كنجري، خرجونا واحد نص ساعه غير تما كنشوفوا بعضياتنا غير من داك الشقاق. عنكت قالوا لي كتعرفي؟ قلت لهم ما كنعرفهاش، ولكن قلت لهم حكوميه عربيه. انا فرحت حسيت راسي الدم ديالك تيدور ديك الساعه، دمك مع دمها مغاربه. عنقت بديت كنبكي وهي كتبكي، قالت لي واش تي عربيه تي مسكينه ما كتفهم حتى لغه، كتفهم غير العربيه فقط. تعنقت انا وياها بديت كنتواصل انا وياها من داك سميتو. وقت اللي كيخرجوا ديك نص ساعه ملي داونا طلبنا انهم يحطونا مع بعضياتنا، داونا لواحد البلاصه بداو كيفرقونا على هذا كيسميوه البافليون واحد البافليون جوج، يعني تما في كتحطي. تما مشيت لقيت واحده تونسيه فيليبيناس، بديت كنتفاهم معاهم، بديت كنتعلم شويه اللغه، ما كنعرفش، كنعيط لديك التونسيه كتساعدني.
ديك البنت الاخرى مسكينه ما كتفهمش كاع هادي. من بعد هاد المعاناه ديالك في السجن شنو الحكم اللي صدر في حقك ديك الساعه؟ دابا اقل حكم خديته انا اللي ما انت كعقوبه ان هما كيقول لك انت واخا انت ماشي مسؤوله فهمتي، ولكن كيقولوا كما كنقولوا مثل مغربي كيقول لك القانون لا يحمي المغفلين. انت مادام تلقى عندك في الماليطه ديالك اللي هزه انت كتحملي المسؤوليه ديالك. مي بقاو يحققوا لقاو عندي كونطرات الخدمه وكيفاش انا السير الذاتي جابوا السير الذاتي في المغرب في الاسبان ما عمرني ما كان عندي شي مشكل عمرني ما تشديت. هذيك ساعدتني ومني دخلت عند القاضي بكيت عليه وعاودت له واخا ما كنفهمش اللغه جابوا لي ترجمه واحده قال لي واش بيتي عربيه ولا اسبانيوله ولا قلت لهم انا جيبوا لي اسبانيوليه ولا عربيه جابوا لي وحده كترجم لي. مي انا بحكم واخا كان ضرب اللغه اخرى كنت نتكلم مع القاضي وكنشرح ليه فهمني بلا ما تترجم لي هذيك اللي كترجم. قلت لي انا سنيور كنطلبو كنقولو انا راني ما دايراش مشكله عندي ولدي صغير يعني انا ولدي ما يعقلش عليا وليت كنشوف كنقول انا مادام تشديت بهذا العجب ندوز مده طويله وكان بكي ونطلب الله باش يسهل عليا. مي ربي ما خيبنيش. شحال تحكمتي؟ تحكمت بالحكم ديالهم عامين ونص وكيعطوك انسيستو يعني سته على واحد. دوزت في ستة شهور كان عندي خمسة شهور نخرج داك الشهر زادوني اجراءات على ما خرجت. يعني فهمتك دوزتي ست شهور ديال الحبس وما يعطوك ست شهور اخرى ما تغادريش البريزيل؟ لا عطوني نخرج نفيرمي باقي ما قالوش لي نسني برا ما قالوش لي بالضبط اشنو غادي ندير. يعني تبقاي عندهم تما؟ انا ملي خرجت كنشوف ولدي صغير غيبقى وراقيه غيموتوا ما نقدرش ملي خرجتي وقدرتي تقلبي على الهاتف ديال ديك السيده ولدك وهي ما عرفتكش فين مشيتي ولدك باقي عندها ولا شنو دارت؟ لا السيده متصلت بي سميتو مشافتني انا تعطلت السيده ما بغاش تشدو دايره معاه سيمانه جلس عندها ست شهور عطاتو للدوله. ملي عطاتو للدوله معاناه اخرى انا ما في خباريش ما بغاوش يقولوا لي دارنا كيقولوا لي عند واحد السيد عارفيني انا كنعيش مشاكل وكنعيش ظروف ويعني هذيك في حد ذاتها هذيك المعاناه اللي كنعاني انا ما بغاوش يقولوا لي ما كنقول لهم كيقولوا لي ما تخميش دابا انت فكري كيفاش هديري باش تجي وداك الشيء وغادي يكون خير ولدك راه بخير هذه ولكن انا كان عندي احساس شي حاجه اخرى لان ام انا كنحس. لقيتها انا غادي معاك باش الناس تستوعب معانا ست شهور دوزتيها ديال الحبس قالوا لك ما تغادريش في ست شهور الثانيه ثالث حبس غنمشي ليه لانه سميتو سامي عبيرتو البيبان محلولين هذاك الحبس المعاناه ديالو كثار من الحباس الاولين هذاك مفتوح هذاك كيقولوا لك تسنيورات ديال الحبس اللي كتكوني فيه حكم انا عندي انضباط قالوا لي حاولي ما ردي بالك تما مزيان لمشيتي حتى وقع شي مشكل شي خطا تما غترجعي للحبس ان كيتباع فيه الكوكايين في مافيا بصح ومفتوح البيبان يعني كيكونوا مخبين التليفونات وهذوك ممنوعين وما كيستعملوهم المافيا دوك الا جا دخل عندك البوليس ولقاوه هما ما قالش شي واحد راه ديالي كلنا غنتحاكموا كلنا غنرجعوا فهمتي يعني دازت عندي 12 يوم وكنت انا كنصلي ومنعوا عليا الصلاه هادو المافيا اللي انا معاهم في البيت قالوا لي ما تصلي سيري الطواليت قلت لها حشومه ما كنصليوش الطواليت قالت لي المهم هنا حنا كنخدموا ما تصليش هنا دوزت في 12 يوم سامي عبيرتو يعني المجموع كله دوزتي 6 شهور في الحبس كامل قالوا لك القانون ديال البرازيل انك كتبقي في البرازيل كل نهار كيجيو يسولوك واش كيشوفوا واش كاينه ولا لا سا كونترول خاصك تبقاي انا ما كانش ما كان مابقاش كيهمني انا خاصني عندي هدف عندي ولدي باقي صغير مي كان كبير غنتواصل معاه وغيعرف وغيقدر يشد البيي ويجي اجي تعاودي ليا كيفاش هربتي دابا انت ما قدرتيش تصبري انت هربتي حرقتي من تما لبوليفيا كيفاش مشيت ملي خرجت تعرفت على ناس كاين واحد الجامع في سان باولو كيتجمعوا فيه العرب مغاربة توانسة تزيرية كل شيء تما تعرفت مشيت مع واحد البنت تعرفت عليها في الريستوران من هذا من خنيفرة
مشيت معاها لهذاك الجامع كيديروا فيه العزو كيديروا فيه الافراح وداك الشيء كيتجمعوا تما وكيعاونوا بعضياتهم. انا تعرفت على الناس تما دوك الناس عاودت ليهم مع كي نكون جالسه كنبدا نعاود ونبكي ولدي ولدي كيقول لي شوفي انت دابا الا ما خرجتيش من هنايا راه غتبقاي تفيرمي لي وقت اجل غير موسى ما تعرفيش فوقاش قدروا ما يطلقوكش فهمتي. قلت لهم شنو الحل عاونوني شي حل لان اوراقي غيموتوا وفعلا ماتوا لي الوراق. مي ساعدني واحد تونسي واحد جزائري قال لي هو عنده أجنس ديال الفواياج كان في الجامع هذا قال لي شوفي خديجة عليك بطريقة ديال بوليفيا أنا غنعاونك. قلت لي واخا الله يسهل عليك تعاونوا معي وداك الشيء قطع لي البيي جاب لي فيزا بوليفيا. مي قال لي ما غاداش تطبعي غتخرجي غتقولي ما أنا ما عرفتش. فعلا داك الشيء اللي درت اللي قال لي الخطة درتها ملي مشيت خلصت واحد المبلغ في الايروبور على أساس أني ما طبعتش يعني خرجت لي بمريسكي نقدر يعني نرجع للحبس. جدوني يقول لك انت هذا الشيء عاودتو ثاني معاك من ديباغو. وصلتي لبوليفيا من بوليفيا ومشيتي للمغرب. بوليفيا جيت للمغرب. المغرب بديت كنجري على الوراق ديالي معاناة اخرى غنسمع ان ولدي في الدار ديال الدوله مرضت انا نفسانيا نهارت وليت كنمشي على الطبيب نفساني عندي الوراق ديالي وليت كناخذ الدواء بحال دروك بديت كنسوفري بديت معاناة أخرى. ثاني حاجة ما عندكش إمكانيات. ثالث حاجة في واحد الوضع اللي مشيت للقنصلية دفعت وراقية وداك الشيء طلبت منهم سميتو مي كانوا عندي ديال المؤقتين المؤقتين اللي كيموتوا بحال ما عمر كان عندك. هنا الجواب ديال القنصلية شنو قالوا لك في الإسبان باش أنت ترجعي عند ولدك تشوفي؟ ستة شهور أنا كنتسنى ست شهور ميت سنيت هذيك ست شهور جاوبوني بان خاصك شي حاجه شي ورقه وهذاك الشيء قانون كيفهم فيها المحاماه. انا التجأت للحريق سمعتي التجأت للحريق بغيت نحرق باش نوصل عند ولدي ودرت محاولات ماشي مره ماشي جوج مشيت ناظور مشيت للعيون داو لي الفلوس كنتسلف وكنطيح وكنوض وما يعني واحد المعاناه ما نقول لك. دابا اللي فهمت انا هو انت من الواقع رجعتي للمغرب ولدك ملي خليتي عند المرأة شحال كان عنده من عام؟ كانت عنده 5 سنين. دابا شحال عنده؟ دابا عنده 10. مشتيه؟ عمرني ما شفته ما بقيتش كنعرف حتى الصورة ديالو كيفاش داير مانيين عليا حتى ملي كيبغي نتكلم معاك يقولوا لي انت غدي الدري كيسوفري وكيسول عليك ومتعلق بيك ميلا دخلنا وريناه عطيناك تكلمي معاه غيدير الدري غيمرض نفسانيا. دابا ولدي تاهو كيتعالج على الطبيب نفساني تما كيعرفك هو كيعرفني. دابا الام يديك تشوفي هو مسكين انا الوحيده اللي عرفني من في العائله كيقول يا سيما كتقول لي واش عرفتيني لان يلا تكلمت معاه دابا في هذا الشهر. دابا ديك دابا ديك وبدا كيعاني وكيقول لهم انا بغيت ماما وما شافو كيقول بغيت ماما عاد بداو كيقلبوا عليا انها مرض نفسانيا بدا كيضعف وبدا كيتاثروا به هما مع هذوك الناس اللي عنده. وجه النداء ديالك المغاربه خوتك ذكورا واناث اللي عايشين في الاسبان اللي عايشين في دول عربيه دول عربيه ودول اوروبيه بشكل كبير بالاخص فيهم الخير وجي انا علمني القصه والله العظيم وجي لهم النداء وانا غنوضع رقم الهاتف ديالك ويا ربي يضامنوا معاك ويقدروا يوصلوا لك الوليد ويساعدوك انك تنتقلي عند الوليد ديالك يا ربي. قولي للمغاربه اللي بغيتي هما غادي يتبعوك. انا كنطلب من المغاربه خوتي ومن جميع الناس اللي هما يا محسنين وناس اللي كيعرفوا في هذا الشيء يعاونوني عاونهم بتوالو حيت الناس العائله اللي عنده ولاو كيقولوا لي سني على ولدك باش انك كتخلي عليه وسني على ولدك بان غندخلوا المسيحيه وانا كنقول لا ولكن واخا كنقول لا ما كنقدرش نفرض راسي كيقولوا لي نقدروا نقطعوا معاك الا تكلمتي مع الدري في هذه المواضيع نقطعوا الاتصال نقدروا نضحيوا بك انت وما نضحيوش بالعائله اللي عنده يعني حنا عندنا ثلاثه الناس انت نقدروا نضحيوا بك. دابا ولدي كيفرض عليهم واخا هاد نعم هاد الجمعيه ما تقدرش هي ديك الساعات تراسلك انت هنا وتسهل عليك الامور مع القنصليه باش تمشي عند ولدك. يقدروا الناس اللي عارفين ومجمعيات يقدروا
مي انا ما عنديش كونتاكت مع هاد شي جمعيه ولا شي حاجه، ما عرفتش انا صبرت وصافي، لقيت راسي ولدي كيتكرفص وانا كنتكرفص. يعني انا التجأت لهاد سميتو باش نشوف الناس اللي كي وجمعيات وناس اللي كيفهموا في القانون يساعدوا. اسميت اسميت البلاصه اللي فيها ولدك؟ هو كان في الكومينيداد شاد الدوله وعطاته العائله. شمن جينا مدريد عطاو العائله، قال لك ما يمكنش الدري يبقى بالعائله. وهذيك العائله كتواصل معاه؟ لا كيبوش يتكلموا معايا هما. كي عندك الوريقات ديال كامل؟ عندي ورق ولدي، كل شيء عندي، عندي لي برو فاميليا، عندي لي الحاله المدنيه، عندي ورق ديالو، عندي كلهم مصورين. شنو سميتو؟ انس. الله يفرج عليك يا ربي يا ربي. وشاهدينا الكرام، ارجوكم والله العظيم الى قصه كتالم، وهي بالحوزه ديالها الوثائق التي تفيد الابن ديالها. الطلب كنوجه للمغاربه ذكورا واناث، هما في موقف رجولي. هذه مساله انا مأكد منها انه ما غاديش يتخلاو على خديجه. انا غادي نوضع رقم الهاتف ديالها. ارجوكم كل من ساهم او ساعد في الاخت باش توصل للوليد ديالها، الناس الجاليه المغربيه بشكل كبير ملمين بشكل كبير بالاجراءات القانونيه في هذا الاطار. ما هي الطرق القانونيه للتواصل مع القنصليه وكذلك مع المؤسسات في الاسبان من اجل ان خديجه توصل عند الوليد ديالها؟ مشاهدينا الكرام، اي انسان تيشوف هذا الفيديو يعلم جيدا الام اللي باغا تشوف الابن ديالها طرف من الكبده، خلاته عنده 5 سنين بعد الواقع 2017 2022، قالت لك عنده 10 سنين كتربي عائله اخرى وهي كتشوى ربي اللي علم بها. مشاهدينا الكرام، ارجوكم انا غادي نور رقم الهاتف ديالها، والله عز وجل هو اللي كيخلص المحسنين. مشاهدينا الكرام، والله العظيم اللي ارتبكت في الكلام لانه هذه القصه عشتها معاها، حكت لي عندها الوثائق، دوزت السجن في لحظه من اللحظات، تتلقى راسها في واحد المتاهه ما عارفه حتى حاجه، في الاخر كيضيع منها الابن ديالها. ارجوكم مشاهدينا الكرام، ان شاء الله غادي نبقى على تتبع معاها في الملف اللي غيتواصلوا معاها المغاربه اللي يساعدوها، اللي ان شاء الله واحساسي كيقول لي انه ما غيتخلوش عليها يا ربي. ارجوكم مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن. شكرا لكم.